بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بقى مع بعض. وهو ان انت اي ضوء موجود قدامك، هل اي ويفلنس تقدر العين تشوفه؟ العين البشرية تقدر ان هي تشوف كل اللايت ويفلنس؟ دوت سؤال محتاجين ان احنا نجاوب عليه. السؤال الثاني، هل does اي سي all the colors، هل هي بتشوف جميع الالوان ولا في ناس بيكون عندها مشاكل في بعض الالوان؟ علشان نجاوب على السؤال الاول، لو جبنا مع بعض كده الويفلنس كله كده وشفناه من اوله لاخره، هنلاقيه بيبدا من اول الجاما راديشنز من اول 10 بايكوميترز، اللي هو يعتبر 10 باور نيجاتيف 12 من المتر، يعني حاجه صغيره قوي، وبنوصل مع بعض لغايه 1000 meters. الطول الموجي كده علشان تكونوا معايا في الصوره، لما بيكون عندك موجه معينه فهي زي كده مثلا، ارتفاع وانخفاض بالمنظر ده، وبعدين بتتكرر تاني، بتتكرر تالت. البعد ما بين الويف والويف اللي وراه ده بنسميه الويفلنس، تمام، اللي هو الطول الموجي بالعربي يعني. طبعا هنا الجزء اللي مرئي بالنسبه للعين البشريه او الفيزابل بالنسبه للعين البشريه هو جزء صغير قوي في الخط الكبير اللي قدامنا ده، وهو اللي موجود في المنطقه دي، في الحته دي كده، اللي هو من اول تقريبا قرب 400 نانو مترز 400 نانو مترز لغايه 700 نانو مترز. والنانو مترز هي 10 باور نيجاتيف 9 من المترز، يعني يعتبر حاجه صغيره قوي. يبقى اذا ديت المنطقه اللي احنا بنقدر نميز فيها الالوان او تكون فيزابل بالنسبه لنا، والكيرف اللي باللون الابيض دوت هو بيوري لك الريلاتيف سنسيتيفي بالنسبه للهيومن اي، اللي هو الكيرف الابيض ده، في الجزء اللي هو يعتبر مرتفع او الفريكوانسي فيه عالي، ده يعتبر ان هو سنسيتيف بالنسبه للعين وبيوصل بسهوله وبيوصل بنسبه كبيره. في الاجزاء اللي هي زي اللون الاحمر مثلا او اللون اللي هو البيربل او البنفسجي، بيكون الدنيا فيه يعني ايه، بتشوفه بس بصعوبه شويه، عشان كده هو لون الالوان اللي هي القويه اللي ممكن تجهد العين. انما مثلا لون زي اللون الاخضر الفاتح واللون اللي هو الاصفر، الالوان دي تعتبر الوان كويسه بالنسبه او السنسيتيف بتاعتها كويسه الى حد ما. احنا كده شفنا ان ما بنشوفش كل الويفلنس، لا ده احنا مجرد بس ان احنا بنشوف جزء معين، ونقدر بعد كده بقى نشوف هو ايه الالوان اللي نقدر نستخدمها تكون كويسه، والالوان اللي تكون متعبه، والالوان اللي تكون بتشاف بسهوله ومش بسهوله، وهكذا، من خلال حاجه زي الاتش سي اي زي ما هقول لكم دلوقتي. الاول عايزين نشوف السؤال الثاني، هل كل الالوان لكل الاعين يعني بتشوف كل الالوان؟ قال لي لا، الإجابة لا. طبعا صورة زي اللي قدامنا دي، في هنا نمبر 5 مكتوب، لو حد عنده مشكلة ان هو مش شايف الرقم 5 دوت، في الحالة ديت هو عنده ما يسمى الكالر بليدنس، اللي هو العمى الألوان او العمى في الألوان دوت، ان هو في بعض الألوان ما بيشوفهاش بالصورة الطبيعية بتاعتها. على سبيل المثال مثلا الصورة اللي هي ناحية الليفت اللي هي في الشمال هنا في الآخر دي، دي الصورة الطبيعية بتاعتنا، فيها الألوان أحمر وأصفر وأخضر وأبيض وهكذا. الثلاث صور التانيين دولت هم ثلاث امثله لثلاث اشخاص ممكن يكونوا عندهم مشكله في الالوان، فيلاقي ان هو هنا الاخضر زي الاحمر كلهم ظاهرين زي بعض، هنا بعد كده هتلاقي برضو في برضو تشابه كبير، هنا هتلاقي الاحمر واضح ولكن الاخضر ظاهر كانه رصاصي كده، مش ظاهر كانه اخضر زي ما هو في الطبيعي. اذا هنا في مشاكل عند بعض الناس في بعض الالوان، وفي هنا دراسه بقى، يعني في دراسات بتتعمل على الحته دي لوحدها، علشان لما تكون انت بتعمل ديزاين او بتصمم اعلان او بتصمم بانر او بتعمل حاجه معينه، تراعي فيها الحته دي، انك مش كل الناس اللي هتشوف الاعلان بتاعك هيكونوا مميزين الالوان بالطريقه الصحيحه. اذا انا ما ينفعش ان انا مثلا اعمل الاخضر مع الاحمر يكونوا دوت هو اللي بيميز، يعني دي باك جراوند ودي الحاجه بتاعتي. لو واحد عنده الكالر بلايندنس هيشوف الاثنين على بعض، مش هيشوف حاجه خالص، يبقى اذا الاعلان بتاعك هيفقد شريحه من الناس اللي عندهم المشكله في الحته دي. فانت لو رحت بحثت في جزئيه الهيومن كمبيوتر انتر اكشن، وهو اللي بنقول عليه الاتش سي اي، هتلاقيه ان هو بيهتم جدا بالحته دي، جايه من الاسم بتاعها، هو التفاعل ما بين الانسان والحاسوب، او ما بين الكمبيوتر وما بين الهيومن، الانتر اكشن اللي بيحصل. علشان دوت يتم بطريقه صحيحه يبقى لازم يجيب الهيومن ده نفسه ويدرسه صحيحا، يعني لازم يعرف هو بيشوف ايه ما بيشوفش ايه، الالوان المريحه بالنسبه له ايه، الالوان المتعبه بالنسبه له ايه. بعد كده يروح بقى للجوانب بتاعته النفسيه، هو عمره قد ايه، هو الذاكره بتاعته بتركز لغايه قد ايه، كل الحاجات دي بيبتدي يدرسها علشان يقدر لما يعمل حاجه
تمس الانسان، او الانسان هو اللي هيشوفها، او هو اللي هيتعامل معاها، يتعامل معاها بطريقه مريحه، ويبقى الحاجه دي هو حبيبها، ما تبقاش حاجه متعبه بالنسبه له. ومن هنا بيطلع لنا بعض النصائح، زي ما بيقول لك مثلا استخدم ليميت ذا نمبر اوف كالرز، استخدم او حاول تقلل عدد الالوان على قد ما تقدر. وده مش معناه ان احنا لا يعني انا محتاجه استخدم الوان اقول لا مش هستخدم الالوان، لا، بس لازم اي لون تستخدمه يكون بيضيف عندك معلومه، يكون بيضيف انفورميشن، اي لون يكون بيضيف حاجه جديده، مش هحط الوان كده وخلاص، مش ابعتر الدنيا الوان وخلاص، لا، انا هستخدم 3 الوان 4 الوان 5 الوان في البانر بتاعي او في الاعلان اللي انا هعمله، يبقى انا كل لون يكون له وظيفه وله معلومه بيأديها، مش مجرد الوان محطوطه كده وخلاص. كمان اللي انا reinform the common expression about colors، على سبيل المثال في التليفون، التليفون لما بيجي لك اتصال بتلاقي فيه تو بوتومز، واحد لونه اخضر وواحد لونه احمر. لو جبت اي شخص واديته موبايل اول مره يمسكه في حياته واتصلت عليه وقلت له كنسل على المكالمه، هيعمل ايه؟ هيدوس على اللون الاحمر. لو قلت له افتح المكالمه او رد على المكالمه هيدوس على الاخضر، بديهي جدا. ليه؟ لان الحاجه دي اصبحت كومن اكسبريشن، اصبحت كومن، اصبحت حاجه متعارف عليه، اصبح ان الاخضر خلاص متعارف عليه ان هو اجري او اكسبت او بيفتح المكالمه او العربيات بتمشي وهكذا، واصبح اللون الاحمر لا يعني ستوب او كنسل او كذا. يبقى هنا دلوقتي لما اكون بعمل ديزاين لموبايل مثلا وهعمل الحته بتاع الاتصال دي، ما اجيش انا بقى اعمل ابداع هنا بقى اقول انا هعمل الاحمر بيرد والاخضر بيكنسل، كده انت هتعمل تشتت للايه؟ لليوزرز، لان هو دي بالنسبه لهم كومن اكسبريشن. يبقى لازم احافظ على الكومن اكسبريشنز اللي موجود. وعلى هذا المنوال بقى، يعني انت عندك مثلا التنبيه بتكون باللون الاصفر او بيكون فيه علامه تعجب او ايا كان، احافظ على الحاجات ديت اثناء ما انا بكون بعمل الديزاين بتاعي. كمان لازم الالوان تساعدني في الفورماتنج، ما تبقاش ضدي، يعني مش زي المثال ده مثلا هنا الخلفيه بالاحمر والكلام بالاخضر، ده طبعا ضدي لان انا دلوقتي استخدمت الالوان استخدام خاطئ، لان اللون الاحمر والاخضر ده الكثافه بتاعتهم قريبه من بعض، فانا يعني مش هتبقى الرؤيه بالنسبه لي واضحه جدا، لان كمان الخلفيه اللي بالاحمر هتطغى على الكتابه اللي بالاخضر اللي عليه، نفس الكلام اللي بالازرق والكتابه بالاحمر هتبقى نفس الموضوع، هتبقى صعبه في القرايه ومتعبه للعين. انما مثلا ابيض لاسود، رغم ان اللون الابيض من الالوان اللي هي الشديده اللي بتتعب العين او بتجهد العين، ولكن انا بتكلم دلوقتي ان انت هتقرا معلومه من الـ من الـ من السلايد اللي انا عاملها دي، فالكلام اللي بالاسود واضح تماما على الخلفيه اللي بالابيض، هو ده اللي انا عايز اوصل له، او الناحيه الثانيه هنا الكلام اللي بالابيض واضح تماما على الخلفيه الغامقه دي، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، زي الخلفيه اللي بالازرق والكلام اللي بالاصفر. استخدام الالوان الخاطئ او البور كلر ممكن يعني قلته تكون احسن، والا يعني لو ما كانش هيديك افاده يبقى بلاشه خالص، وخلي عدد الالوان بتاعتك تقل لون مش مشكله، بس تكون كل لون له فايده عندك. وفي اكتر من كده بقى نقدر ان احنا يعني انا بس هفتح لكم المواضيع وانتم تقدروا تبحثوا بعد كده في الاجزاء دي. طيب من ضمن البرامج الشهيره اللي نقدر نعمل بيها ايديت على الايمج، لو انت بتعمل صوره معينه عايز تحط حاجه على خلفيه مختلفه، عايز تغير في الوان خلفيه، عايز تعمل صورتين تجمعهم مع بعض، كل الكلام دوت في برنامج اكيد كلكم سمعتوا عنه او كلكم استخدمتوه او شفتوه، وهو الفوتوشوب. لان انا جايب لك هنا لينك، اللينك دوت فيه توتوريال لبعض الحاجات البسيطه اللي ممكن تعملها من خلال الفوتوشوب، وفي نفس الوقت هي للبيجنر، يعني لو انت اول مره هتستخدم البرنامج فانت مش هتواجه صعوبه وانت بتعمل الحاجات دي. ده اللينك اهو بتاع الموقع، وهتلاقي ان في كل فيديو من دولت بيشرح لك ايه حاجه معينه تعملها. وليكن مثلا لو قلنا الفيديو بتاع البلور باك جراوند، لو احنا دوسنا عليه هيبتدي يقول لك هو ايه اللي عايز يعمله او ايه اللي عايز يوصله هنا. اللي عايز يوصله هنا ان هو الشخص دوت يبقى هو اللي واضح وبارز في الصوره، يبقى التركيز عليه كده والفوكس عليه، والبقيه اللي في الصوره اللي هي الخلفيه او الباك جراوند اللي في الصوره يحصل لها ما يسمى البلور. شايفين الصوره ايه؟ كانها ايه حصل لها يعني زي تشويش كده او دمج او خلى الالوان تبقى على بعضها بالمنظر ده، والشخص ده اصبح الديتيلز بتاعته واضحه جدا. ده اللي انا عايز اعمله، لان من ضمن النصايح زي ما هنتكلم او ان النصايح اللي انت بتعمل صوره او اعلان لحاجه، ان انت تخلي الشخص اللي هيبص على الاعلان او يبص على الصوره دي يبقى مركز مع حاجه واحده ما يتشتتش، تمام؟ لان لو جبنا الصوره الاصليه مثلا، ادي الصوره الاصليه نفسها، هنبص نلاقي هنا في عربيات واقفه على جنب،
في نخل موجود، في بيت موجود، في كلام، في حاجات كتير، والشخص موجود برضه. انا مش عايز كده، انا عايز التركيز يكون على الشخص ده بس، مش عايز الناس تقعد تركز مع العربية والعجلة والبيت والشجرة وكده، لا. فعشان كده انا هعمل ايه، انا هخلي الشخص ده هو اللي يظهر وهعمل بلور للباقي. فلو شفنا مع بعض دوت فيديو بيشرح لك بقى ايه الكلام ده ممكن يتم. والكلام واضح بقى تحت، يعني مش عارف بس واضح. عشان الوقت بقى بيبتدي يحدد الشخص الاول، وبعدين يبتدي يعمل بلور للباقي ويسيب الشخص دوت هو اللي ايه الريزولوشن بتاعه يكون او الجوده بتاعته تكون كويس. فتقدروا ان انتوا تشوفوا حاجه زي كده، تنزل الصوره الاصليه وتشتغل عليها خطوه بخطوه مع الفيديو، وبعدين توصل في الاخر للنتيجه دي، تلاقي نفسك وصلت في الاخر للنتيجه دي، وتعملها بقى انت على صور ليك مثلا، على حاجات تانية انت هتحتاجها. وهتلاقي بقى في توتوريالز تانية برضو ايه غير ديت موجوده، تقدر ان انت تبص عليهم. دول كلهم حاجات بيجينر، يعني تقدر ان انت تعملها ايه لو انت اول مره تستخدم البرنامج ده. بالنسبه للفوتوشوب، لو دخلنا الجزئيه تانية وهو الفيسبوك اد، اللي هو اعلان على الفيسبوك. عشان تعمل اعلان على الفيسبوك بيدي لك بعض النصايح او بعض الخطوات اللي تتبعها وبعض الاسئله اللي بيسالك فيها، وبيدي لك اكتر من اوبشن لوضع الاعلان بتاعك. فالكلام دوت تجيبه منين؟ احسن حاجة من الفيسبوك نفسه. فانت لو فتحنا الموقع بتاع الفيسبوك نفسه وشفنا هي ايه الملاحظات اللي هو بيدهلنا في اثناء ما انا بعمل اعلان او بكرييت اعلان على الفيسبوك، اول حاجة بيسألني عليها هو الاوبجكتيفز بتاعتي. هي ايه الاوبجكتيف؟ يعني ايه هو الهدف من وراء الاعلان ده؟ فلازم تجاوب على السؤال ده. ايه اللي انت عايز تطلع منه من خلال الاعلان ده؟ هل انت عايز تبيع حاجات؟ هل انت عايز تخلي الناس تنزل ابليكيشن بتاعك انت عامله؟ هل انت عايز تزود العلامه التجاريه بتاعتك تبقى منتشره عند الناس تشوفها؟ فانت بتحدد له الاوبجكتيف بتاعك في اول خطوه وانت بتعمل الاعلان. تاني خطوه بيقول لك اختار لي الاودينس بتوعي. يعني انا دلوقتي مثلا كجامعه، انا الاودينس بتوعي مين؟ طلاب الثانويه العامه في المقام الاول، وطلاب الجامعه في المقام الثاني اللي هم ممكن يحولوا من جامعه لجامعه، او طلاب الثانويه العامه اللي هم لسه هيقدموا على الجامعه. فانا كجامعه خاصه مثلا عايز اجيب طلبه عندي، فبعمل اعلان عايزه يوصل لمين؟ لدول. واحد تاني يقول لا، ده انا عايز الاعلان يوصل لاولياء الامور مش للطلاب، فيخلي الرينج العمر في مستوى تاني، يخليه مثلا من اول 45 ل 60 سنه، يبقى هو بيخاطب دلوقتي اولياء الامور، وهكذا. انت اللي بتحدد انت عايز الاعمار قد ايه، انت عايز اللوكيشن يبقى فين. انت الجامعه بتاعتك مثلا موجوده في غزه، فانت لازم تدور على الناس الاقرب حاجه، الناس اللي حواليك اللي موجودين في غزه، ما تروحش تبص على الناس اللي في المانيا، الناس اللي في مصر، وانت اوريدي عندك ناس موجوده في غزه ممكن يكون فرصتهم لان هم يجوا لك اكتر بكتير من الناس اللي بره، وهكذا. حدد اللوكيشن، بتحدد الكاتيجوري، بتحدد الجندر، بتحدد الايدج، كل الحاجات دي بتحددها ان هم دول يعتبروا الاودينس بتوعك. بعد كده بديسايدد وير تو ران يور اد، انت هتعمل الابلكيشن الاعلان بتاعك ده فين؟ على الفيسبوك ولا انستجرام ولا الماسنجر ولا فين بالظبط؟ كل الحاجات اللي هي مملوكه للفيسبوك. بعد كده البادجت، الميزانيه اللي انت هتدفعها بقى قد ايه؟ انت ممكن تدفع يومي، ممكن تدفع شهري سنوي، وكل حاجه ليها سعر، وكل سعر بتدفعه بيروح لعدد معين. يعني انت بتقول له انا عايز اوصل لعدد لكل الناس اللي موجوده اللي ليها اكونتس في غزه، فده هيبقى ليها سعر، انما لو وصلت مثلا ل 20% منهم يبقى ليها سعر تاني، وهكذا. كمان الفورمات بقى بتاع الصوره، ده اللي كنت بكلمكم عليه. فورمات الصوره نفسه بيدي لك اكتر من اوبشن، لو بصينا عليهم كده مع بعض هتلاقي ان انت ممكن تحط صوره عاديه زي كده وعليها بعض الكلام، او ممكن تحط فيديو، دي نمره 2، او ممكن تحط ستوريز، يعني عباره عن صور مع تكست مع فيديوهات مع بعض وفي كلام برضو، وزي الستوري كده انت بتعملها على الفيس او بتعملها على الواتس. وممكن يكون ماسنجر زي كده اللي هو بيكون فيه حاجه، يعني هتشتري ده هتسال سؤال، في عمليه انتر اكشن موجوده. وممكن يكون كارسل اللي هي عباره عن 10 صور مثلا او فيديو هما بيمشوا مع بعض او بتقلب ما بينهم. وممكن يكون سلايد شو زي ما احنا شايفين مثلا هنا كده،
زي عامله زي برزنتيشن كده، وممكن تبقى فيها سلايدز وبتتقلب، وكل سلايد يبقى ليها لينك مختلف وليها كلام مختلف عن التاني. ممكن يبقى كوليكشن زي مثلا شركه اديداس كده، وعامله كوليكشن عامله اكتر من حاجه، احذيه وشنط وملابس وهكذا. وممكن يبقى لعبه زي كده، واللعبه دي انت ممكن تدخل جوه اللعبه وتجربها قبل ما تشتريه، يعني بيعمل لك اعلان ان يقول لك جرب اللعبه ديت وممكن تشتريها بعد كده. دي الاشكال اللي ممكن تعملها. بعد كده طبعا بتبليس الاوردر وتمانج بعد كده، ان انت تشوف بقى الاعلان بتاعك ده وصل لكام واحد، وكم واحد اشتراه ويعني تفاعل معاه، وكم واحد ما فتحوش وهكذا. وانت لو عايز تعمل اعلان زي كده، بس طبعا اللي انا الى حد علمي ان هو لازم يكون مدفوع الاجر يعني، بس نقدر من هنا من خلال كرييت ان اد، وتبتدي بعد كده تعمل صفحة ببلاش، بس بعد كده تعمل الاعلان بقى بفلوس. طيب لو رجعنا للبرزنتيشن تاني، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل من خلالها دعاية او اعلان، ان انت حاجة زي الفيس، حاجة زي اليوتيوب بنفس الكيفية تقريبا بتقدر تعمل اعلان. طب في هنا بعض البراكتس اللي هي المهمة اللي نقدر ننصحك بيها لو انت هتعمل حاجة زي كده، او لو انت هتعمل بوستر او هتعمل اعلان لحاجة، في بعض النصايح كده تاخدها في الحسبان. البراكت الاولانيه، وهو ان انت شو بيبول يوزنج يور برودكت، يعني انت حاول تظهر حد بيستخدم البرودكت بتاعك. يعني لو كان تيشيرت مثلا، ما تروحش تصور تيشيرت على الشماعه وتحط في الاعلان بتاعك، لا، هات شخص يلبس التيشيرت دوت وصوره صوره تكون جودتها عاليه وحط الصوره ديت، يبقى انت كده بتعرض المنتج بتاعك عن طريق الاشخاص. لو ساعه مثلا، هات واحد لابس الساعه دي في ايده. لو نظاره، هات واحد لابس النظاره، وهكذا على نفس المنوال يعني. Remember less text is more. كل لما تقلل التكست كل لما يكون احسن، لانه حتى في الفيسبوك بيقول لك لا، ده انا ما ينفعش تحط لي صوره كلها كلام، مش هيقبلها منك. عايز لك انا احط لي نسبه الكلام لا تتخطى ال 25% او ال 20% من ايه؟ من اجمالي الصوره. انا عايز الصوره هي اللي تتكلم، مش عايزك تحط لي شرح. وبيسمح لك بقى ان انت تحط شرح كتير زي ما انت عايز، بس يكون في لينك تحت الصوره. يعني يفتح لك لينك تحت الصوره حط فيه الكلام اللي انت عايزه، انما الصورة نفسها ما تحطش فيها كلام كتير، لأن بتشوش على الايه، على الايمج نفسها او على المغزى من وراء الصورة نفسها. Have a single vocal point زي ما احنا قلنا من شوية. شايفين المثال بتاع الفيسبوك بتاع الفوتوشوب اللي احنا اتكلمنا عليه ده؟ مثال للموضوع. انا عايزك تركز على بوينت معينة، مش عايزك تتشتت في الصورة كلها. لما تكون الصورة فيها تفاصيل كتير وفيها اكتر من حاجة، انا كده بتشتت، لاني ما ببقاش عارف انا بص على العربية، واحد بص على الشجرة، واحد بص على البيت، واحد بص على الشخص. انما لما انا عملت له بلور للباك جراوند وركزت على الشخص فقط، هو اللي بقى واضح، فكل التركيز بقى على الشخص. فلو انا بعرض القميص اللي هو لابسه او البنطلون اللي هو لابسه، فانا ركزت على المنتج اللي انا عايز اعمل له الاعلان او عايز اعرضه، ما خليتش الناس تتشتت في الصوره في اكتر من مكان. الفيجوال كونسيستنسي اللي انا برضو عايز اعمل عمليه التناسق البصري، تمام؟ عايز اخلي فيه تناسق ما بين الالوان وبعضها. عايز اخلي مثلا لو انا مصور شخص اخليه في منتصف الصوره، يعني دايما حتى وانت بالموبايل بتصور زميلك، لو في كادر وراه بيقول لك هات الاهرامات دي ورايا، فحاول تخلي الكادر يبقى في منتصف الصوره، يعني ما تخليش الدنيا دايما حوضه يمين او حوضه شمال او طالعه لفوق او طالعه لتحت. دي بتكون ايه يعني، تلاقي لما يكون محترف الشخص، محترف في التصوير ومحترف في الاخراج وكده، بتلاقيه بيجيب لك المشهد، تلاقي الحاجة لو جبت الشخص ده وقست المسافة يمين وشمال تلاقيه واقف في النص بالظبط. ده تعرف ان هو كده عنده تناسق في الصورة. الهاي ريزوليوشن، الهاي ريزوليوشن طبعا جودة الصورة تكون جودة عالية، لأن لو أنا عندي شاشة كبيرة مثلا وشغلت الإعلان بتاعك هلاقي الصورة مبكسلة، فدي حاجة مش كويسة. وآخر حاجة وهو الفيديو، الفيديو يفضل إنه يكون فيرتيكال، وده بسبب إن الناس دلوقتي معظمها بيستخدم الموبايل. أصبح الموبايل موجود مع الناس، بيعملوا من خلاله كل حاجة، بيستخدم من خلاله الفيس وبيعمل من خلاله المشتريات وكل حاجه. فلما يجي له اعلان انت عامل فيه فيديو، هو هيشوفه على الموبايل يكون فيرتيكال احسن ما انت تضطر ان هو يحول الموبايل لهوريزونتال عشان يشوف الحاجه بتاعته. الحاجه الثانيه انه يكون شورت، يعني تخليه قصير على قد ما تقدر، يعني اعلان لمده دقيقه. هنشوف مع بعض اعلان لمده دقيقه بس معمول فيه شغل كتير جدا، تمام؟ بس المهم ان هو يكون ايه، قصير، لان الاعلانات الطويله الناس بتزهق منها ومش بتكملها للاخر. دي كده بعض الايه، الحاجات المفيده اللي نقدر نشوفها. لو دخلنا بعد كده بقى على يعني بعض التطبيقات اللي ممكن نعملها في الحته دي،
على سبيل المثال الشخص اللي في الصورة دوت ممكن يكون أصلا مش واقف في المكان ده خالص، ولا البيوت دي حواليه، ولا في مطر، ولا في عربيات، ولا أي حاجة. وده طبعا الحقيقة اللي احنا نقدر نجزم بيها يعني، وإن كل اللي حواليه دوت هو ده كله بنسميه فيجوال افكتس، مؤثرات بصرية. والحاجات دي بتتم من خلال برامج متخصصة، هنشوف الكلام دوت كمان شوية مع بعض. طيب أنا عايز أتكلم على 3 حاجات كده سريعا علشان الوقت. الحاجة الأولانية وهي في الايفون، لو حد معاه ايفون هيلاقي في حاجه عنده اسمها الميموريز فيديوز، ودي عباره عن ايه كده؟ عباره عن ان الصور والفيديوهات اللي موجوده عندك على الجهاز هو بيجيب منها شويه ويعمل لك بيهم حاجه، فيديو للذكرى يعني. يعمل لك لو انت مثلا عندك شويه صور بتاع حفله التخرج بتاعتك، يجمع الصور دي كده ويعمل لك بيهم فيديو، فيحط لك الصور ورا بعضها بطريقه كويسه، ويحط لك موسيقى، ويقول لك ده فيديو بنسميه الميموريز فيديو، عامله زي الستوري كده اللي انت بتعمله. ده اول حاجه ببساطه شديده في البرنامج دوت، انت مجرد ما بتفتح اللي هي الميموريز دي، الجزئيه دي، بتختار الصور اللي انت عايزها والفيديوهات اللي انت عايزها، وتحط الموسيقى اللي انت عايزها، وتقول له كرييت، بيكرييت. على نفس المنوال ده في ويب سايت اسمه انيموتو دوت، هنشوفه مع بعض. تقدر انت بنفسك بقى من خلال الديسك توب يعني، من خلال البراوزر ونت، تقدر تدخل وتكريت اكونت وتبتدي تعمل الكلام دوت، وتطلع فيديو في صور، على فيديو، على صوت، على كده، وتنزله في الاخر او تشيره زي ما انت عايز. الحاجه الثالثه وهي الافتر افكت، ده عباره عن سوفت وير من مجموعه ادوبي، ده متخصص للحاجات اللي هي البروفيشنال بقى، زي اللي بنشوفها في الافلام، بنلاقي فيه شخص موجود في مكان هو اصلا مش موجود في المكان ده، ده واقف في الاستوديو، وتلاقيه في الفيلم واقف في غابه وفي حواليه اسود وحواليه مش عارف ايه، تلاقي مثلا واحد في البحر وحواليه اسماك وبتاع، هو اصلا قاعد في الاستوديو، مش ما راحش بحر خالص. الكلام ده كله بيتم عن طريق برامج زي الافتر افكتس، ده من ضمن البرامج دي. لو خدنا مثال على الميموريز فيديوز بتاعت الاي او اس او الايفون، الفكره بتكون زي الفيديو ده كده، ممكن اشغله كده ونشوفه مع بعض. مجموعة صور وموسيقى، والحركة بتاعت الصور هو اللي بيعملها اوتوماتيك، وممكن تدمج فيديو كمان معاه. زي ما انت شفتوا كده، صور وفيديو الاتنين مع بعض، معاهم موسيقى صوتية والانيميشن بقى والحركة اللي بتتم، بيحط ده كله مع بعضه في صورة فيديو، تقدر ان انت بقى تشيره بعد كده، او تقدر ان انت تحطه على الويب سايت بتاعك، او تشيره لاصدقائك او كده.